مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم وصباح المتداولين بكل خير، والى الجلسه الثالثه لهذا الاسبوع اليوم الثلاثاء، وحتى يحين موعد افتتاح السوق دعونا نستعرض الحاله المزاجيه للمؤشر في يوم امس الاثنين، حيث افتتح المؤشر عند 7292 نقطه، وبعد تداول بين الارتفاع والانخفاض طيله الجلسه اغلق على تراجع طفيف فاقد تقريبا 5 نقاط. هذا التراجع جاء بعد تباين في اداء قطاع المواد الاساسيه الذي سجل ارتفاع بواحد تقريبا في المئة، واحد وأكثر من النصف تقريبا في المئة، وبين قطاع البنوك التي سجلت تراجع أيضا بأكثر من 1%، كان التباين بين البنوك وبين البتروكيميكال. إذا تحديدا سهم الراجحي والأهلي كانوا هما الأكثر تقريبا ضغط على المؤشر، أيضا سهم سابكة من الضاغطين على المؤشر. إذا المؤشر العام في جلسة أمس عجزت السوق على الاستقرار فوق مستويات 7300 نقطة عند الإغلاق رغم تجاوزها لهذه النقطة أثناء الجلسة في منتصف الجلسة، لكن كما ذكرنا السوق أنهى التداولات عند مستوى 7287، هذه النقطة التي سنبدأ عليها الآن. إذا سيطر فيها أيضا هذه الجلسة أو جلسة أمس سهم دار الأركان على السيولة، كان هو المسيطر الأكبر بنحو 8%. إذا السوق يفتتح الآن باللون الأخضر مرتفع مرة أخرى عند 7300 نقطة، هي نقطة المقاومة.